اخضر ما اخضر يا ولد ما يجي. تخيل احط جرين سكرين ما بيبقى الا راسي. ودي اجرب يا اخي. اي والله اي والله. تخيل انزل بشرح كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. شكرا على دعمكم في المقاطع الماضية، حرفيا شكرا على دعمكم يا اخوان، خصوصا اللي جوني في انستغرام يقولوا لي ترى الطريقة اللي شرحتها في مقطع 3 مليون جدا صعبة، وفي طريقة اسهل تخلص كويست وتوصل لنفس المنطقة هذه، بالاضافة الى ان في طريقة فارمينج في نفس المكان اللي شرحت فيه في مقطع 3 مليون، فلذلك ان شاء الله راح تطلعون بفائدة. المهم ما ودي اطول في المقدمة، خلنا نبدا بالطريقة. هذه الطريقة طبعا سايد كويست في اللعبة، لازم انك تخلصه عشان تلقى ايتم، الايتم يوديك للمكان المطلوب. ضروري يا عزيزي المشاهد انك تعرف انك ما يحتاج تتقدم في اللعبة. انا اعتذر في بداية المقطع الماضي قلت يا شباب اللي متقدم في اللعبة يقدر يسوي هذا الجلتش، واللي مش متقدم ترى يشوف الجلتشات الصغيرة هذيك العادية، ترى ما لها داعي. ما وضحت انا انه يمديك حتى في بداية اللعبة تسوي هذا الفارم، كل اللي عليك انك تقتل ثاني مين بوس في اللعبة اللي هو جودريك. بعد ما تقتل مارغت راح تلقى جودريك تقريبا في نفس القلعة او قدامها بشوي. المهم يعني اول بوسين في اللعبة تقتلهم بعدين تقدر تسوي هذا الفارم، فانا اعتذر اني ما وضحت هذا الشيء. فارم اليوم يا اخوان راح يحتاج شيء واحد منك بس، انه يكون معاك بو. الشخصية اول ما تبدأ اللعبة اكيد الكل شافها اللي موجودة على اليسار في الليمغريف، لكن بعد ما تقتل جودريك راح ينفتح لك هذا السايد ميشن. بعد ما تقتل جودريك راح تلقى فار، الشخصية هذا اللي نتكلم عليه راح تلقاه في الراوند تيبل هول. بعد ما تلقاه في الراوند تيبل هول راح تكلمه، طبعا بعد ما تقابله في الروز تشيرتش راح يعطيك البلادي فينجر، احرص انك تختار الخيار الاول وانت تسولف معه. بعد ما يعطيك البلادي فينجر راح تضغط ستارت وتروح الملتي بلاير وتستخدم الايتم هذا اللي هو البلادي فينجر عشان تغزو ثلاث عوالم، مش لازم تهزمهم، اهم شيء انك تغزي ثلاث عوالم. المهم بعد ما ترجع له راح يعطيك اللورد اوف بلاد فيفر، وراح يطلب منك يقول لك سوك ذا كلوث وذ ا ميدن بلاد، فانك تبلله بالدم. طبعا اقرب مكان انك تروح الى تشيرتش اوف انهبيتشن، المهم هذا التشيرتش راح تلقى فيه الماي المطلوب. المهم راح تبلل او سوك هذه المهم الايتم في هذا المكان في تشيرتش وترجع له، ترجع للروز تشيرتش وبعدين راح يعطيك البلادي فينجر، واذا كلمته مرة ثانية راح يعطيك البيور بلاد نايت ميدل، وهذا الميدل اللي نحتاجه في هذا الشرح. بعد ما تحصل على هذا الايتم راح تدخل على الانفنتوري وتستخدم هذا الايتم. ضروري جدا انك تركز في هذا الطريق وتمشي نفسه، مثل ما تشوفون الطريق ما هو مرة بعيد، او الطريقة اسهل بكثير من الطريقة اللي شرحتها في مقطع 3 مليون، وان شاء الله انه كثير بيستفيدوا من هذا المقطع. فالحلو يا اخوان في موضوع البوسترز انه اذا ما استخدمت البوستر ممكن تحصل على 13000 من كل قتلة، ولكن اذا استخدمت البوسترز ممكن تحصل على 20000 لكل قتلة. المهم قلت يا اخوان باختصار كل اللي عليك تسويه انك تجي هنا وبالبو تصوب على الطير هذا وترميه بحيث انه يتحرك، تنتظر 10 ثواني ما دريت الا بالرونز جاك. طريقة مرة سهلة، ترجع لجريس بوينت وتعيد. مثل ما قلت لكم لا تنسون تستخدمون البوسترز وتجمعون 20000 لكل قتلة. ما اتوقع في فارم برضو اسرع من كذا، وفارم 3 مليون هذا اللي شرحته في المقطع الماضي برضو في نفس المنطقة. وبس يا شباب هذا المقطع اليوم، اتمنى لاعجابكم، لا تنسون اللايك ونشوفكم على خير في مقاطع جاية. السلام عليكم ورحمة الله.